الأمين تهامي المزني رئيسها الوطنية للملتقين بالمغرب. هذا اليوم الدراسي اليوم هو شعار ديالو الأمن التعاقدي والتنمية الاقتصادية. هذا اليوم درناه علاش؟ لمسألة واحدة، باش نبينوا المواطن المغربي بأن الموثق اليوم عنده جميع الحمايات الممكنة لكل المتعاقدين لتدخل هذا الموثق. شنو كيفاش هي هذه الحماية؟ أولا هو أنه هذا الموثق اليوم باش يولج لهذه المهنة تيخصو يدوز واحد المباراة، ومن بعد المباراة تدخل لواحد المعهد ديال التكوين تتكون فيه لمدة 4 سنوات مع التدريب في عند موثق في ديوان موثق. بعد ما تيخرج هذا الموثق هذا تلقى قدامه واحد القانون، هو قانون 3209 اللي تيعطيه واحد، تيحصن المواطن اللي تيتعامل مع هذا الموثق. كيفاش تحصن؟ اولا عندنا فيما يخص الودائع، الودائع ديال الزبائن ولات اليوم تتحط في صندوق الايداع والتدبير في واحد الحساب، هو حساب خاص لكل عمليه، ولهذا تتكون واحد النوع من الشفافيه فيما يخص هذه العمليات التي يقوم بها، يعني الثمن ديال البيع ديال الزبائن. ثانيا كاين الان ولا في هذا القانون 3209 ولات هيئه للموثقين، ماشي بحال اللي كان قبل، كانت قبل واحد يعني بحال ان اسوسياسيون ديال الموثق، دابا هيئه. هذه الهيئه شنو الدور ديالها؟ الدور ديالها هو مراقبه الموثقين وتاديب ديال الموثقين مع في واحد اللجنه اللي تتسمى لجنه ديال الماده 11 اللي تيشاركوا فيها وزير العدل ومدير الشؤون المدنيه وكيل العام الملك ورئيس المحكمه ورئيس الهيئه الوطنيه للموثقين وجوج ديال الرؤساء الجهويين تعينهم الرئيس المجلس الوطني. من بعد هذه المراقبه والمسائل كلها كاين تامين. اليوم الموثق عنده التامين اللي تيفوق 5 مليون درهم في كل عمليه، يعني انه اي خطا مهني وقع لاي موثق فالشركه ديال التامين تتعوض هذاك الزبون المتضرر. ثانيا واكثر من هذا عندنا صندوق التامين، هذا صندوق التامين في حاله الى وقع اختلاسات والموثق ضاعوا له والزبون ضاعوا الاموال ديالو، فكاين واحد صندوق تامين اللي اليوم تتشرف عليه الهيئه الوطنيه مع صندوق الايداع والتدبير، واللي تعوضوا هذاك الزبون اللي ضاعت الاموال ديالو. فهذه التحريات كلها اللي وقعت وهذه المسائل كلها باش يبقى هذاك الزبون عندما يتعامل مع الموثق تكون عنده جميع الضمانات، خاصه تتعرفوا بان العقد التوثيقي هو عقد رسمي لم يمكنش تطعن فيه الا بالزور، يعني انه ما يمكنش غدا من غدا يقول لواحد الانسان راه ما باعش هذاك الماك ديالو او لا راه ما شراش، دوك تكون المسائل ثابته، خاصه وان الموثق الان ملزوم باداء واحد النتيجه، يعني انه ما يمكنش غدا نقولوا بان الموثق هذا المشكل لانه ما حفظش العقد في المحافظه العقاريه وبانها تتحيد عليه المسؤوليه، بالعكس هناك مسؤوليه جسيمه عند الموثق اللي تيخصو اولا يسجل العقد ويطهره من جميع الشبهات اللي فيه ويخلص الضرائب اللي عليه ويسجلوا بالمحافظه العقاريه باش يولي ذاك الملك في اسم المشتري صافي من جميع العيوب ديالو. وشكرا.